السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ياسر البراك وهذه حلقة جديدة من شو نيوز من إعداد وجدان تشان. لذلك خلونا نبدأ. في خبرنا الأول، تم الإعلان عن حصول أنمي طوكيو غول ري على موسم ثاني، وذلك على غلاف مجلة يانج جمب. صورة ترويجية جديدة للموسم الثالث من أنمي الهجوم على العمالقة، وذلك في عدد شهر يوليو لمجلة أنمي. ملصق ترويجي جديد لفيلم الأنمي داناماتشي أرو أوف ذا أوريون والذي سيعرض في 2019. ملصق ترويجي جديد لأنمي باكي والذي سيعرض في 25 من يونيو على نتفليكس اليابان وسيبث تلفزيونيا في الأول من يوليو. الأنمي سيستعرض آرك أشر المدنيين بحكم الإعدام، والذي يظهر مقاتلي الحلبة التي تحت الأرض يخوضون قتالات دون قوانين ضد المحكوم عليهم بالإعدام. تم تحديد موعد عرض الموسم الثالث من أنمي فري، وسيتم عرضه في 11 من يوليو القادم. صورة ترويجية جديدة للموسم الثالث من أنمي سورد آرت أونلاين والقادم في شهر أكتوبر. ملصق ترويجي جديد لفيلم كيمينو سويزوا تابتيل أو أرغب في التهام بنكرياسك والقادم في الأول من سبتمبر من استوديو فون. تقول القصة، يعثر البطل المجهول على مفكرة في المستشفى. تلك المفكرة تنتمي لزميلته في الصف التي تدعى ساكورا، ويكتشف من خلالها بأن ساكورا ستموت قريبا بسبب مرض يصيب البنكرياس. وفي خبرنا الأخير، تم الإعلان عن مانجا جديدة لسلسلة كيون. المانجا ستكون بعنوان كيون شوفل وستصدر في 9 من يوليو للسلسلة أنمي تلفزيوني، عرض في ربيع 2019. ختاما، هذه كانت حلقة لأخبار الأسبوع الماضي. لا تنسوا أن تشكروا وجدان على هذه الحلقة. أنا ياسر البراك، ولا تنسونا من اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم.